هتكلم معاك على كرونيك هيبتايتس. اول حاجه هنتكلم عن الديفينيشن، يعني ايه كرونيك هيبتايتس؟ هيبتايتس ده انفلاميشن اوف ذا ليفر، تمام. كرونيك ده بريزيستنت انفلاميشن اوف ذا ليفر مور ذان 6 مانث، تمام. طب اول حاجه يعني ايه هيبتايتس؟ ده انفلاميشن اوف ذا ليفر. طيب يعني ايه كرونيك؟ يبقى ده بريزيستنت انفلاميشن اوف ذا ليفر مور ذان 6 مانث، يعني بريزيستنت ليفيشن اوف ليفر انزايم اللي هو الاي ام تي والاي سي تي مور ذان 6 مانث، لما يتكلم عن كده هتكلم عن الايديولوجي. ايه الايديولوجي بتاع الكرونيك هيبتايتس؟ فكر يعني لما يفكر في الكرونيك هيبتايتس، ايه اللي دخل العيان من اكيوت هيبتايتس يخليه يخش كرونيك هيبتايتس؟ ايه الايديولوجي او ايه الاسباب اللي تخلينا نعمل كده؟ اول حاجه بالنسبه لنا فيروس. ايه الفيروسات اللي تخلي المريض يخش في كرونيك هيبتايتس؟ اول حاجه بالنسبه لنا كرونيك هيبتايتس بي، هيباتيتس سي فيروس. ثاني حاجه بالنسبه لنا هيباتيتس سي فيروس، في كو انفكشن هيباتيتس بي فيروس مع هيباتيتس جي فيروس. هيباتيتس دي لازم يبقى معاها كو انفكشن مع هيباتيتس بي، وما يجيش لوحده ابدا، تمام. ثاني اسباب من ضمن الاسباب اللي تخلينا نخش في كورونيك هيباتيتس اللي هي الاوتو اميون. اوتو اميون ليفر ديس عموما يعني. اوتو ميون ليفر ديس اللي احنا نعرفها. اول حاجه اوتو ميون هيباتيتس. مش احنا ودي لها كريتيريا للتشخيص عموما يعني. تاني حاجه بالنسبه لنا البرايمري بيلاري سكلروزيس. طيب وهنتكلم عنها بالتفصيل كمان شويه. وبعد كده البرايمري سكلروزين كولانجيتس. في حاجه اسمها اوفر لاب سندروم. اوفر لاب اوتو ميون مع اذر اوتو ميون، او اوتو ميون مثلا مع برايمري بيلاري، او اوتو ميون مع برايمري سكلروزيس، او اوتو ميون مع كرونيك هيباتيتس سي، او اوتو ميون مع كرونيك هيباتيتس بي، او اوتو ميون مع دراج انديوز. تسمع اوفر لاب سندروم. لما يجي مثلا اوتو ميون هيباتيتس ده عيان ليه كريتيريا معينه عشان نشخص عيان اوتو اميون هيباتيتس كاتيولوجي يعني لازم نقول في كرايتيريا. اول حاجه لازم نتابع الاكيوت فاير او الكرونيك فاير هيباتيتس بي وهيباتيتس سي. ثاني حاجه بنعمل الاوتو اميون ماركر، الاوتو اميون اللي هي البلازما واللجمه والقلم، تمام، والسيروم الليفر انتيجين. طيب ثاني حاجه بنعمل توتال اي جي جي، وممكن ناخد ليفر بايوبسي ونجمع السكور ده. وعلى حسب لو هو اقل من 6 يبقى العيان ده مش اوتو اميون هيباتيتس، لو هو 6 فما 7 يبقى بروبابل اكتر من 7 ده تكنيك دايجنوز الاوتو اميون هيباتيتس ولازم اتبعه. لما بنشخص عيان مثلا برايمري بيلر سكلروزيس ده عيان بيبقى اكتر واحده في ميل في الشايلد بيرنج ايج، تمام، تبقى جايه بالمانفستيشن بتاع الكوليستيزيس. هتلاقي البيتد بيلروبين، هتلاقي الالكالين فوسفاتيز عالي، هتلاقي العيان بتاعنا جاي اتشنج، جاي بليدنج تيندنسي، جاي دارك كلر فيورين، جاي بيل كريز تو. ده المانفستيشن بتاع ميديكال كوليستيزيس. ميديكال كوليستيزيس يعني ايه؟ يعني يبقى في سيرجيكال. نفرق بين الميديكال والسيرجيكال ازاي؟ الميديكال كوليستيزيس هو كوليستيزيس وزاوت اوبستراكشن، يعني لما انا عملت سونار هلاقي السي دي نورمال والانتر هيباتيك نورمال. طيب يبقى العيان ده خش في طريق تاني فوق. طيب لما اجي اشخصه ايه؟ ده اعمل له اوتو ميون ماركر سنسيتيف عالي قوي اللي هو الاما هتبقى فيدرال انتي بودي اللي هو بوزيتيف 95% من العيان، تمام؟ طيب هتلاقي واحده في ميل وجايه بيتشنج وبتشال بيلنج ايج، طيب وجايه المانيفستيشن بتاعت الكوليستيز وبيل كريز تول وده كلر اوف يورين. طيب بعد ما استبعدنا الفيروس او استبعدنا الاوتو ميون عملت الهامه طلع بوزيتيف، يبقى خلاص انا شخصت ده العيان في برايمري بيلر سكلروزيس. اه ممكن ادفانس تو ماتيرنال ستيج، اه ممكن يبقى سكلروزيس وممكن يبقى يخش ليفر سيلفيريور. كلها ميديكال تريتمنت. ميديكال تريتمنت اورثودوكس فوليك اسيد اب تو الدوز بتاعتنا 15 ملي جرام بالكي جي. البرايمر سكلروزين كولانجيتس احنا قلنا البرايم بيلر بيجي في الفيميل، بيحب الفيميل، لكن البرايمر سكلروزين بيحب دايما الميل. طيب هلاقي
نفس البيتشر بتاعت العيان براين بيلر سيروز بس الواحد ايه ميل. طبعا براين سكولروز كولانجيتس هنتكلم بس هنت عن الموضوع يعني لكن مش بالتفصيل. السكولروز بيجي في السي بي دي بيعمل بيدل يعني ايه؟ بيعمل ستريكشر في السي بي دي او بيعمل في الانتر هيباتيك بيلر راديكال. تلاقي العيان كل شويه يخش في الكرنت كولانجيتس. طيب اجي اصوره تمام اعمل ام ار 3 الاقي بيدل سي بي دي الاقي ستريكشر وفو بروكسيمال دايلتيشن ستريكشر وبروكسيمال دايلتيشن. طيب ممكن يعمل كوميونيكيشن الكوميونيكيشن بتاعت العيان يخش في الكرنت كولانجيتس العيان يخش في دومينانت ستريكشر وممكن يحتاج يعمل دي ار سي بي ويحتاج يركب هاي ستنت. طيب تاني عيان ممكن يخش في كولانجيو كارسينوما او في انتر هيباتيك ستون انتر هيباتيك بيلاري ستون. تاني حاجه بالنسبه لنا هو ده اللي احنا بنقوله في اليوم مع اذر ووتر هيومن ديزيز. تاني اسباب العيان كورونيك هيباتيتس عموما يعني او تاني اسباب الحاجات اللي ميتابوليك ليفر ديزيز بنكرر من اهم حاجتين بنفكر في حاجه اللي هي الهيموكروماتوزيس تاني حاجه اللي هو الويلسون اللي هو الويلسون دي الحاجات اللي هي ممكن تزودها اللي تفكر فيها في العيان. والهيموكروماتوزيس ده عيان مش هتخصه التركه فيه اللي العيان بعمل السكلوجيا للحاجات التانيه بعمل السكلوجيا ليه الماركرز اللي موجوده الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي ممكن حاجه اسمها العيان بيجي التيرمينال. طيب هو جاي مانيفستيشن بقى اللي عنده الهيموكروماتوزيس ممكن يجي دايابيتس ممكن يجي ارثرالجيا يجي دارك دارك سكين ديسكلوريشن تمام وبعد كده المانيفستيشن بتاعت السيروسس عموما يعني. طيب لما باجي اشخصه بعمل مثلا ترانسبيرنت ساتوريشن وبقى اكتر من 45% في المفروض في المية واكتر من 60% في المية ده الدخله بتاعتنا ممكن اعمل السيرم فيريتين على اي عالي. طيب ثاني حاجه بعمل حاجه اسمها ايه بحسب الايرن اندكس ممكن اعمل حاجه اسمها ام ار اي ايرن اندكس او اخد ليفر بايوبسي واعمل لها اسبوخه بصبغه معينه وتبين الايرن اوفرلود اللي موجود في ايه في داخل الليفر. ثاني حاجه بالنسبه لنا ممكن اعمل الجين بتاعها اللي هو البي سي ار بتاعها. طيب تاني حاجه بالنسبه لنا اللي هو الويلتون ده اللي هو ليه مشكله في الكبر. طيب لما انا اشخصه نفس البيكشر بتاعت العيان اللي هو بتاع الهيموكروماتوزيس بس ممكن يجي سي ان اس مانيفستيشن اكتر من اللي هو الهيموكروماتوزيس. طيب لما انا اشخصه بشخص ضغط بس حاجه اسمها ايه 24 اور يورينري كبر اللي هو الاكسكريشن بتاع اليورين الكبر هلاقيه عالي قوي وعمل سيرم سيرو بلازمين هلاقيه قليل تمام. طيب تاني حاجه بالنسبه لنا ليه برضه جي بي سي ار اللي هو ايه بشخصه بيه. طيب تاني حاجه بالنسبه لنا ايه الاسباب اللي دخل عندي في كورونيك هيباتيتس رابع سبب بالنسبه لنا اللي هو ايه الحاجات الثانيه زي اللي هو الكحوليزم اللي هو عامل بيرسيستنت ايه انفيشن اللي هو الكحوليزم في ليفر ديزيز كان دي ستيج ممكن العيان يخش ايه في سيروزيس. طيب تاني حاجه او خامس حاجه اللي هو ان انا بقول اللي هو النمط والبولا مشكله العصر دلوقتي اللي هي الناش نان كوليك ستياز الروتايتس تمام العيان وبابايا كنترول دايبيتس العيان بورد اوبيستي العيان ديسليميديميا عموما يعني اللي بيت الترايجلسرايد وي اللي البروفايل بتاعه مش مظبوط لفتره زمنيه طويله مع الحاجات اللي موجوده حاليا وده مرض العصر يعني بعد نعمل الاديكيشن للروتايتس سي ونعمل الاديكيشن للروتايتس بي. طيب في اسباب ثانيه في اسباب نادره بقى زي مثلا الالف 1 انتريبس انتريبس تمام دي حاجات ممكن تعمل برضو ايه اللي هي الكرونيك كيلوتايتس. طيب العيان جالنا بكرونيك كيلوتايتس اول حاجه فكرنا في الديفينيشن يعني ايه ده كرونيك انفلاميشن اوف ذا ليفر مور ذان 6 مانث اعرفه ازاي اعمل الانزيمات لقيت الانزيمات عاليه اكتر من الطبيعي لمده اكتر من 6 شهور. طيب اول حاجه فكر فيها قلنا فكر في الايتيولوجي ايه اللي دخل العيان في كرونيك كيلوتايتس. طيب لو فكرت في الايتيولوجي طيب ممكن بقى ايه المانيفستيشن بتاع العيان بتاع كرونيك هيباتيتس ده؟ هيجي بيشتكي بحاجه ولا مش هيجي يشتكي بحاجه؟ ممكن العيان يبقى سيمتوماتايز ما بيشتكيش من حاجه خالص هو كومبنسيتد وعايش والدنيا اموره كويسه وكومبنسيتد ليفر والدنيا تمام. ممكن يبقى السيروز في حد ذاته هو سيروز ليفر بس ممكن يجي بشويه مانيفستيشن زي ما بنقول له جريد فيفر ماليز تمام؟ دي الحاجات اللي هي الجنرال سيمتومز بتاعت السيروز. او نفس العيان بعد كده بقى العيان كرونيك هيباتيتس ده اجي اقسم العيان كورونيك هيباتيتس بعد ما قلنا الديفينيشن تمام وبعد ما قلنا الايتيولوجي الحاجات تاني حاجه هتكلم ايه المانيفستيشن بتاعت العيان او السيمبتومز عموما يعني
هتنزل تتكلم معايا اول حاجه اول موشن بالنسبه لي هاسيمبتوماتايز انا ما بشتكيش من حاجه خالص تمام يبقى العيان ممكن يبقى ايه هاسيمبتوماتايز هاسيمبتوماتيك تاني حاجه بالنسبه لنا ممكن يشتكي بدو مانيفستيشن بتاعه السيروز عموما يعني زي لو جريد فيفر زي المليل تاني حاجه بالنسبه لنا هنشوف العيان العيان ده ممكن الفتره اللي انا اكتشفت فيها اللي عنده كرونيك هيباتايتس ده تمام اكتشفت فيها ممكن يبقى العيان ده لسه هيلث ليفر يعني لسه العيان ده في ستيج 1 وستيج 2 لو عملت له مثلا فايبر سكان هتلاقي فيه اللي هي الجريد 1 والجريد 2 اللي هو الاقي ايه ايه 2 اف 2 تمام او الاقي ايه ايه 0 اف 0 او ايه 1 اف 1 او ايه 2 اف 2 طيب بعد كده العيان ده اللي اكتشفناه في المرحله الثانيه اللي هي مرحله اللي هي السيروز طيب والسيروز ده او دي كومبنسيتد سيروز اكتشفناه في المرحله الاولانيه لسه هيلث ليفر اكتشفنا بس الليفر انزايم الاليفيتد في المرحله ديت ابحث على الايتيولوجي ابتديت امشي ورا الليفر انزايم لمده 6 شهور لقيت ريزيستنت اليفيتد عملت الايتيولوجي طيب لقيت في ايتيولوجي موجوده عالجه طيب لقيت هيباتيتس بي عالجه هيباتيتس سي عالجه لو لقيت الالكوليزم هو السبب او حفره هو اديله العلاج طيب لو لقيت اللي هو الاوتو ميون عالجه وهكذا وتابع العيان في المرحله زي دي المرحلة الأولانية ديت لو هو العيان لسه ما وصلش السيروتيك ليفر طيب هتابعه ولا ما تتابعوش؟ يعني هتابعه العيان بتاع السيروس هتابعه كل ست شهور عشان خايف من الاتش سي سي تمام؟ طيب العيان اللي هو الهيباتيتس سي عادي بعد اللي هو هيلث ليفر وانا اكتشفته وعالجته ما خلاص ملوش متابعة تاني طيب لكن لو هو سيروتيك ليفر لازم اتابعه كل ست شهور بالترا ساوند والفا فيتو بروتين عشان حاجتين طيب أول حاجة بالنسبة لي عشان إيه؟ عشان الاتش سي سي ده أساسا خالص طيب عشان انا خايف السيروز هو الايديولوجي للاتش سي سي. ثاني حاجه بالنسبه لنا العيان لو هو هيباتيتس بي، هيباتيتس بي لو هو هيلث ليفر لازم اتابعه برضه عشان ممكن يحصل اتش سي سي ويز اوت سيروزس، مش لازم يكون معاه سيروزس ليفر عشان يخش في اتش سي سي. طيب لو عيان اوتو اميون عيان في التريتمنت بتاع الاوتو اميون احنا بنتكلم على التريتمنت بتاعنا سواء كان كورتيكوسترويد او اميون سبريسيف دراكس لدرجه بيبقى فيه اندكشن وفي ريميشن وفي مينتنس تريتمنت. فلازم اتابعه باستمرار تمام؟ لو العيان اللي هو الميتابوليك زي الويلسون او الهيموكروماتوز ده بياخد علاج معاه على طول تمام؟ طيب بالنسبه للعيان اللي هو البي هو ان اكتف يعني هو فين بقول لها البي في حد ذاته احنا بنقيمه لوحده ليه في اللي هي ريكومنديشن فين وي 17 18 اللي هي ايه الانديكيشن اوف تريتمنت انا عارفين لحد دلوقتي اللي هو هيباتيتس بي ملوش عليه ملوش علاج ليه؟ عشان ما فيش علاج بيعمل ريبليكيشن للفيروس، هو العلاج بيقلل الريبليكيشن بس، طب امتى بدي العلاج؟ تمام امتى بدي العلاج؟ في ايزي 2018 اللي هي الاوروبيان سوشيال ستادي اوف ليفر ديزيز عموما يعني 2018 عامله كات اوف بوينت اللي هو مثلا بي سي ار اكتر من 2000 اللي هي اللي تي والاس تي اكتر من 4 ليفر نورمال والفايبر سكان اكتر من 8 في 2 دي اول انديكيشن. ثاني انديكيشن بالنسبه لنا لو بي سي ار اكتر من 20000 والانزيمات اكتر من 2 فولت ايه؟ ابر ليفر نورمال. ده الانديكيشن لما اجي اعالج هيباتيتس بي. طيب في هيباتيتس بي سبيشال سيتويشن يعني دي الانديكيشن العيان وصل لها بدي علاج. طب ايه العلاج؟ هو في حاجات بدي مختلف اللي هو مثلا اللي هي سترونج اللي هي زي الاتيكابير تمام سواء نص او 1 مللي او التنوفوفير، التنوفوفير اللي هو الديسموكسيل اللي هو 300 او التنوفوفير 1800 اللي هو ايه 25 تمام؟ طيب ده العلاج. طب في حاجات ثانيه في سبيشال سيتويشن يعني عادي هيباتيتس بي مثلا جالنا واكتشفنا ان هو مش محتاج علاج بس احنا عندها لو هو سيروتيك ليفر هو هيباتيتس بي امتى ادي عليك؟ اعمل بي سي ار لو قريب واحد ادي عليك. طيب عيان تاني مثلا هياخد المونوسوريس دراجز طيب لقيت هيباتيتس بي سيرفس انتي بوزيتيف طيب بعمل هحط العيان الكريتيريا لو هو محتاج علاج يعني بي سي ار اكتر من 2000 والانزيمات اكتر من 4 ليفر نورمال والفايبر سكان اكتر من 8 في 2 في الوقت ده ادي ايه؟ ادي العلاج بتاعه عادي خالص وادي العلاج اللي المونوسوريس معاه. طيب لو العيان بتاعنا لو هو حطيت على الكريتيريا وهو مش انديكيتد للتريتمنت لو هو هياخد الميونوسوبريسيف دراج لازم ياخد بروفلاكتيك سيرابي اثناء العلاج اللي هو اثناء الكورس بتاع الميونوسوبريسيف دراج و12 شهر بعد ما ينتهي العلاج تمام ده اسمه بروفلاكتيك سيرابي بعد الميونوسوبريسيف دراج. طيب لو العيانه مثلا واحده حامل وجايه لي اللي هي بريمنت وومن وجايه لي بتاعت الزيو سيرف انتي بلازمي المفروض بقيمها طول الحمل اشوف انديكيتد للتريتمنت برضه ولا مش انديكيتد للتريتمنت. طيب لقيناها هي انديكيتد للتريتمنت
يعني انتجيتد البي سي ار اكتر من البيت والنزلات اكتر من اغلب النورمال والفايبرز كان اكتر من اي 2 في 2 تمام او الدرون بيسار اكتر من السي ام والنزلات اكتر من 2 فولد في نورمال ده انديكيتد التريا اللي متخرج هديها عليك بس الرهنيه على حاجه واحده بس اللي هو السيف انت ايه انت يا بغداد اللي هي بي دراجز اللي هي السيف ايه اللي هو التنوم فين باخد 3 شهور من الحمل وثلاث شهور بعد عيد الحمل. طيب ليه بدي عليك حته 3 شهور من الحمل؟ اول حاجه عشان حاجتين، عشان الهيدرو كاربونيشن اللي هيبقى دي تاخد 3 شهور، ثاني حاجه عشان اقلل الريسك بتاع الترانسميشن للبيبي ده اثناء الايه؟ الولاده. طيب بعد الولاده بعد الولاده لازم ايه؟ عندك تو اكشنات. لازم اشوف البيبي ده هيجهز له حاجتين، هياخد الاميونوجلوبين اي جي اي جي اللي هو الاميونوجلوبين وهياخد الفاكسين. تمام. هياخد الاي جي اي جي بدوز 6 ملي جرام بالكي جي تمام وهياخد الفاكسين اللي هي الثلاث جرعات بتاعته اللي هي صفر وبعد كده بعد شهرين وبعد شهرين وبعد كده بعد 6 شهور تمام. طيب ثاني حاجه بالنسبه لنا لو العيان ده الطفل وزنه اقل من 2500 جرام بندوا له ثلاث جرعات من الفاكسين ماشي مش جرعتين بس. طيب ثاني حاجه احنا قلنا ده البروفلاكتيك تريتمنت في بريجننت وومن. طب احنا قلنا ركاز سبيشال سيتويشن بالنسبه لنا اللي هو مع السلوس ومع الليبينوس بريس الدرج. تاني حاجه مع ايه؟ تاني حاجه بالنسبه لنا مع البريجنس. تاني حاجه لو هو كونفكشن مع السي كونفكشن هيباتيتس بي مع هيباتيتس سي اعمل ايه القرار فيها؟ لما جه العيان مع هيباتيتس سي انتي بادي بوزيتيف وهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين ايه بوزيتيف. طيب لانهم دايما اللي الاوبر هاند هيباتيتس سي وي اوبر هاند على هيباتيتس بي يعني ايه؟ يعني تلاقي البي سي ار بتاع سي هو اللي ايه رقم عالي وهيباتيتس بي الرقم بتاعه البي سي ار بتاعه قال رقم قليل. طيب انا خايف هنا بحاجتين، اخاف لما اجي اعالج هيباتيتس سي يحصل في ليه رد لهيباتيتس بي تمام؟ طيب فبقيم العيان العيان هو لو انديكيتد لهيباتيتس بي ياخد العلاج يعني البي سي ار اكتر من 2000 والانزيمات اكتر من اللي هو نورمال والبي سي ار والفايبرز اكتر من 2 هعالج هيباتيتس بي وعالج هيباتيتس سي. طيب لو لقيت العيان مش انديكيتد للتريتمنت بتاع هيباتيتس ايه؟ هيباتيتس بي هنا لازم ادي هيباتيتس سي وادي بروفلاكتيك تريتمنت لهيباتيتس بي عشان في ليه رد للانفكشن اثناء العلاج بتاع هيباتيتس سي و12 شهر بعد نهايه العلاج 12 اسبوع قصدي بعد نهايه العلاج تمام. يبقى كده السبيشال سيتويشن احنا اتكلمنا فيها مع السيبروزيس ومع البريجنسي ومع اللي هو كونفكشن مع هيباتيتس سي. تاني حاجه مع ايه تاني؟ مع مع الميون سبريسيف دراجز. ده بالنسبه ايه؟ كحته خارج يعني اللي هي ايه انت عالي يعني. احنا قلنا ممكن يبقى العيان اسيمبتوماتيك ما بيشتكيش من حاجه كرونيك هيباتيتس. طيب تاني حاجه ممكن العيان هيلث ليفر ما بيشتكيش غير من لو سيمبتومز اللي هي الفاتيج والايزي فاتيجابيلتي وممكن يبقى ايه سيروزس والسيروز برضه ممكن ايه يشتكي بايزي فاتيجابيلتي وفيفر وما يشتكيش من حاجه تاني خالص. انت يبدا يشتكي بقى لو انت دي كومبنسيتد دي كومبنسيتد ليفر ليس حاجتين انا قلنا في نوعين من دي كومبنسيتد في فاسكولار دي كومبنسيشن تمام وفي باريكيوتاس دي كومبنسيشن. لما نتكلم عن يعني ايه فاسكولار ويعني ايه باريكيوتاس لما نرجع للاول خالص ايه هي الفانكشن بتاعت الليفر هنتكلم على السيسيليك فانكشن وايه السكريتوري فانكشن اللي هي السكريشن بتاعت الايه الليفر اهو. السيسيليك فانكشن اللي هو الالبومين والبروسوم اللي هو الانتستيكيت. طيب الايام افكتد لما انا اوصل على ده دي كومبنسيتد باريكيوتاس هلاقي فيه كلينيكال مانيفستيشن. في فاسكولار دي كومبنسيشن في باريكيمتاس دي كومبنسيشن. الباسكولار دي كومبنسيشن ليه مانيفستيشن والباريكيمتاس دي كومبنسيشن ليه مانيفستيشن. باريكيمتاس ممكن اشوف كلينيكال هلاقي ويستنج ريتروبرايز مصر هلاقي جونتس موجوده هلاقي فيه سبايدر ديفايدنت الجسم هتلاقي فيه اللارج ابدومن هتلاقي فيه اسايكوس هتلاقي فيه ليور ليك ايديما. دي حاجه اسمها المانيفستيشن بتاعت اللي هو الباريكيمتاس دي كومبنسيشن. طيب ده ككلينيكال. طيب يبقى الكيميكال دي كومبنسيشن لما اجي اعمل له لاب الاقيه ازاي موجود؟ الاقي الالبومين بتاعه بدا يبقى يتاثر، الاقي الكروسوم بين اكتيفيتي الدنيا فيه مشكله، الاقي النهار بدا يعلى، الاقي ثاني حاجه اللي هو البيلروبين بدا يرتفع تمام بالنسبه لنا. دي بالنسبه للباريكيميكال دي كومبنسيشن. ثاني حاجه الفاسكولار دي كومبنسيشن يبقى في صوره ايه؟ يبقى في صوره
البصر دي هو فين هيبان؟ ممكن يبان في صوره اعراض او يبان في صوره اعراض زي عيان برجع لما تمسك ايدينا مثلا برجع ده او عيان عنده طلق في دوزه تمام او عيان عنده بدل في دوزه او عيان عنده اسبرين في جلد تمام ممكن ادفانس ادفانس الاقي العيان ده عنده بصر دي هو فين الاقي فيه كولاترال اعمل له دي هلاقي فيه وسوديا الفاركس فالفاندر فاركس تمام بالنسبه لنا طيب ده الانديكيشن او في انستموزس ثاني زي الهيمورويد مثلا تمام حاجات اللي هي الانستموزس بين البروتو سيستم شنط عموما يعني دي بس بدي كومنتيشن طيب وصلنا دلوقتي للسيمبتوم بتاع البيشنت اللي هو المريض العام بتاع كرونيك هيباتايتس عرفنا الديفينيشن عرفنا الايتيولوجي وبعد الايتيولوجي عرفنا السيمبتوم طيب لما اجي اعالج التريتمنت عيان كرونيك هيباتايتس لما اجي اعالجه اول حاجه في التريتمنت انا عرفنا ايه اللي حاجه بتطلب اول عالج اول حاجه عالج الايتيولوجي السبب التريتمنت اوف ذا كول اول حاجه طيب فلما اجي اعالج الصوت بالنسبه لنا على حسب تاثير العيان بقى انا بعمل الروتين لاب للعيان تمام برضه اول حاجه بعمل ريست للعيان وبعمل روتين لاب الروتين للايتيولوجي تمام والليبر فانكشن عموما يعني طيب ثاني حاجه بالنسبه لنا بعد الالترا ساوند بعمل الالترا وبعمل الالترا ساوند عموما يعني بعالج العيان طيب العيان لو هو اسيمبتوماتايز وفي ايتيولوجي عالج الايتيولوجي طيب العيان لو هو سيروز وهو كومبنسيت سيروز عالج الايتيولوجي واعمل عالج الايتيولوجي واعمل ممكن اعمل بريكوشنز معينه او انستراكشن للعيان معينه انا افويد الهيباتوكسيك دراجز عموما يعني افويد اللي هو ثاني حاجه اللي هو زي النانوسترويدر اللي هي الهيباتوكسيك عموما النانوسترويدر والانتي بيربرز دراجز ثاني حاجه الانتي فليبتيك دراجز زي اللي هو الاتاليزم دراجز زي الابيدرول تمام طيب الالبوم سايد دوبك كان تايم تيست دراجز تمام ثاني حاجه بالنسبه لنا اللي هو ايه كايتولوجي يبقى اول حاجه المفروض عالج الايتولوجي وبعد كده ادي شويه الاستراكشر للعيان وما انساش مرحله السيروزس السيروزس في حد ذاته ده ريسك فاكتور اتش سي سي ولازم اعمل فول اب للعيان اللي هو السيروتيك ليفر هو كومبنسيتد اعمل فول اب كل ست شهور بالترا ساوند والفا فوتوبورتين بدور عليه اللي هو ادور على اي هيباتيك فوكال ليجر تمام شكيت في اي هيباتيك فوكال ليجر بالترا ساوند وادفانس الانفستيجيشن واعمل ايه تراي بيزك ايه سي تي تمام وهنا الكريتيريا بتاعت الترايفيزيك سي تي اللي هي ايه؟ هي الارتيريال انهانسمنت تلاقي منوره البقعه ديت في الارتيريال فيز وديليت فينس وشاور ولسه منوره برضه في الفينس ايه؟ فيز تمام؟ ده الكريتيريا بتاعت الاكس تي بي اس تي طيب ثاني حاجه بالنسبه لنا العيان ده كان سيروتيك ليفر واحنا قلنا ازاي نعالج الكيتولوجي وبعد كده ازاي اعمل له فولو اب وعينيا على ايه وادي الانستراكشن للعيان ازاي؟ كان عيان معايا اللي هو دي كومبنسيتد ليفر ديزيز عيان جاي لي دلوقتي تمام باسايتس عملت له الروتين لاب بتاع الاسايتس اللي موجوده عرفنا العيان ده اللي هو بورتال هايبرتنسن دراجز المفروض اي عيان داخل المستشفى او داخل الكلينيك بتاعتي بنيولي اسايتس اول مره يتشفط لازم اعمل الايتيولوجي للاسايتس ايه السبب عشان الاسايتس دي اسبابها كتير ممكن يبقى كارديك ممكن يبقى رينا ممكن يبقى مكرياتك ممكن يبقى هيباتك تمام ممكن يبقى اصلا انجيوديما موجوده او ايه حاجات زي كده ممكن يبقى انفريشنال تمام الحاجات دي كلها تمام ممكن يبقى لينفاتيك تمام اسباب كتير خالص بتعمل اسايتس فانا اعمل ايه؟ اعمل الانفستيجيشن ايه؟ اول حاجه اي عيان داخل المستشفى لازم اعمل له سامبلنج تمام لازم اخد عينه بلاستيك فلور احسن حاجه اللي هو الساج اللي هو السيرم اسيتيك اكبر انجريدينت المفروض اللي هو اقل من 1:1 يبقى ايه؟ نان بورتال اكتر من 1:1 يبقى بورتال هيبقى ايه؟ هايبرتنس طيب تاني حاجه بالنسبه لنا عشان ما نطلعش بره الموضوع يعني العالم دي كومبنسيتد طيب دي كومبنسيتد في اي ستيج؟ هو دي كومبنسيتد باركيمتر يعني الالبومين قليل والبلوروبين عالي والعيان ده بدا يجمع اسايتس وعيان بيجمع اللي هو الليمبي ديما او باسكولار ما عندها هيماتيمس زولينا عادي ممكن البوليسين مع بعض ممكن يبقى حاجه وما عندوش برضه باسكولار دي كومبنسيشن اول حاجه لما انا عالج بعالج الايتيولوجي طيب ولما اجي اعالج الايتيولوجي في عيان اللي هو دي كومبنسيشن ليفر ديزيز عموما يعني على حسب بقى في تريكات ساعات ممكن يبقى العلاج ضار للهيلثي هيبات سايد اكتر من الايه؟ من البنفيت بتاع التريتمنت في حد ذاته. زي مثلا عيان هيباتيتس سي فايروس لو اكتشفتوا العيان ده تيرمينال هيب ستيج تمام او العيان ده تيرمينال معاه اتش سي سي او اي حاجه فاكتور يمنع ان انا ادي علاج للهيباتيتس سي فمش هدي علاج تمام؟ يعني اتش سي سي العيان هيباتيتس سي في دي كومبنسيشن ليفر سيروز فمش هينفع ادي علاج هيباتيتس ايه؟ سي. لكن لو عيان هيباتيتس بي مثلا هيباتيتس بي سيروتيك ليفر وانس اللي هو بيساوي حاجه حتى لو بواحد لازم ادي العلاج تمام
طيب تاني حاجة بالنسبة لنا لو هو تيكو بمصيدر طيب تركب ايه انا هدي لك بس ازود الجرعة لو هدي تركب ايه بدل ما هدي نص هدي واحد ايه واحد مني تمام دايب زي تسبيل طيب لو هو اوتوبيون هدي علاج تمام وبالعكس مثلا لما ادي علاج اللي هو اوتوبيون هيباتس الجزء بتاع الكورتيكوسترويد او الاميونوسوريز ده يبدا الحاله بتاعتنا تتحسن والعصايه اللي كانت موجوده والحاجات دي تختفي ربع ايه تبقى تظبط معايا بالسهل خالص.